الدرهم المغربي هو عملة الاستقلال الرسمية للمغرب منذ عام 1960 للميلاد، ويعود أصل كلمة درهم إلى كلمة دراخمة اليونانية، والتي أطلقت على العملة اليونانية القديمة وتعني الشيء الذي يمكن الإمساك به. ولأن لكل بلد أسطورته القديمة، فالعملة المغربية تبدأ حكايتها في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد، حيث ظهرت العملات الذهبية والفضية التي نقش عليها وجوه الملوك. كما أسس الأمازيغ دوراً لسك العملة في طنجة ولكسوس وتامودا التي ضربت فيها النقود البرونزية في القرون الأولى من الميلاد. وبعد فتح العرب للمغرب في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، أصبحت دار سك طنجة تضرب النقود البرونزية لمدة 20 عاماً تقريباً. في القرن 18 الميلادي وفي عهد الدولة العلوية، انفتحت المراسي المغربية على البضائع الإسبانية والفرنسية، ومعها تدفق الريال الإسباني والفرانكو الفرنسي اللذان أثقلا اقتصاديات البلاد. وقعت حرب تطوان في عام 1859 للميلاد، وقرر الجانب الإسباني الانسحاب من الساحل المغربي شريطة دفع غرامة ضخمة قدرها 100 مليون بسيطة. في أعقاب ذلك انهارت عملة المغرب، وتوقف سك النقود عدا فلوس النحاس التي ظلت نحو 20 سنة هي عملة المبادلات الوحيدة. في عام 1882 للميلاد، أمر مولاي الحسن الأول بسك عملة جديدة حملت اسمه الريال الحسني. وكان وزن هذا الريال من الفضة أكبر من وزن الريال الإسباني. كان الحسن الأول يدرك أن قوة عملة بلاده ستؤدي إلى ازدهار الاقتصاد، وبالتالي تحجيم النفوذ الأجنبي. لكن عقب وفاته في عام 1894 للميلاد، مر المغرب باضطرابات سياسية ضخمة أدت إلى تسرب الريال المغربي، فكان يباع بأبخس الأثمان للأجانب ليذاب ويسك من جديد في إسبانيا قبل أن يعود إلى المغرب وقد خف وزنه. تخلص المغرب من الإسبان ليبتلى بالفرنسيين منذ عام 1912 للميلاد. في عام 1921 للميلاد تم وقف التعامل بالريال الحسني، كما تم ضرب عملات جديدة هي السنتيمات والفرنكات، وهي نفس النقود الفرنسية المعاصرة. في نفس العام 1921 للميلاد، قاد عبد الكريم الخطابي حركة استقلالية عن الاحتلال الإسباني، وتم تأسيس جمهورية الريف التي صارت لها عملة مستقلة عرفت باسم الريفان. وبعد انهيار الجمهورية عام 1926 للميلاد، ظل الريفيون متمسكين بالريفان، وكانت سلطات الاحتلال تعاقب كل من يتداول هذه العملة. خلال الحرب العالمية الثانية، قامت فرنسا بسحب العملات الذهبية والفضية من التداول في المغرب لحاجة فرنسا للمعادن في الحرب، واستبدلتها بعملات ورقية لفترة مؤقتة، ومنها ورقة 50 سنتيم، والتي تعد إلى الآن أصغر عملة ورقية تم إصدارها في العالم. بعد استقلال المغرب في سنة 1956 للميلاد، حدث إصلاحان نقديان. الأول ضرب درهم جديد في بريطانيا عام 1960 يساوي 100 فرنك قديم ليكون عملة الاستقلال. الإصلاح الثاني كان عام 1974 للميلاد، عندما ضرب السنتيم ليحل محل الفرنك القديم في التداول لتتخلص المغرب من عملة الاحتلال.
في عام 1960 تقرر إنشاء بنك المغرب كبنك مركزي يتولى إصدار العملات الوطنية المغربية. ظلت العملات تحمل صورة الملك الحسن الثاني حتى وفاته، وبعد ذلك طبعت صورة الملك الراحل بجوار الملك الجديد محمد السادس جنباً إلى جنب. مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يفرداه. مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يفرداه.